ومعنا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي للحديث عن استمرار سيطرة الميليشيات على الدولة وسط الكشف عن مفاوضات تجريها الحكومة مع الميليشيات لدخول ناحية جرف الصخر. مرحبا بك معنا دكتور هلال. حياكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. مصادر صحفية تكشف عن تشكيل حكومة الكاظمي وفدا حكوميا للتفاوض مع الميليشيات التي تسيطر على ناحية جرف الصخر، ماذا يعني ذلك أستاذ هلال؟ هذا يعني بالقول العربي الفصيح عذر أقبح من ذنب. نعم. أولا أين هيبة الدولة التي تحدثوا عنها منذ أن تولى الأمر الكاظمي؟ دعنا نختصر الموضوع بهذا الاتجاه، أن الميليشيات يشكل وفد للتفاوض معها وكأنها قوة دولية أو لدولة أخرى. التفاوض عادة يجري ما بين طرفين دوليين أو بين طرفين في مجال ما. نحن نتفاوض مع ميليشيات على قضاء عراقي داخل الأراضي العراقية. المفروض تفرض الدولة سلطتها وهيبتها على كل مناطق العراق بالقوة، كما تدعي أنها حررت المناطق في الغرب الأنبار وفي الموصل ودمرت هذه المناطق بمسمى التحرير. لماذا لم تقوم القوات الحكومية العراقية باقتحام جرف الصخر كما فعلت مع اقتحام موقع الميليشيات الأخرى اللي هي بالوجه الآخر داعش في هذه المناطق، وبالقصف العسكري والطائرات والإسناد الدولي؟ إذا نحن نتحدث عن وجود إيراني أقوى من الحكومة العراقية داخل العراق. نعم. وهذا يكشف بحد ذاته على زيف كل ما يدعون من 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 الجانب الإعلامي بأنهم يريدون أن تكون الدولة هي المسيطرة وأن الأمن بيد الدولة والقوات الأمنية هي التي تتحكم في الملف. نعم. الأمني. هذا زيف وكذب وادعاء وحقيقة. طيب دكتور، طالما أن الأمر كذلك وكما تفضلتم ليس من عمل الحكومة أن تقوم بالمفاوضات مع ميليشيات خارجة عن القانون من أجل أن يسمح لها بدخول ناحية جرف الصخر، ما الذي يمنع الحكومة في المقابل من اقتحام المنطقة كما فعلت مثلا في كركوك عندما سيطرت البشمركة عليها؟ هذا الملف أخي الكريم، لأنه الموجودين في المنطقة الخضراء يخضعون للأوامر الإيرانية بشكل مباشر، وهم أبناء وهي التي ربتهم لهذا الغرض، وبالتالي لا يستطيعون أن يقفون بوجه الحرس الثوري الإيراني أو الميليشيات الإيرانية التي تصول وتجول في العراق وتجوب العراق بكل ما يعنيه الكلمة وتفرض ما تريد. وأكبر دليل على أن هذه ليست حكومة، وهذه هذا الأمر عندما ذهب وزير الداخلية إلى هذه المناطق وتم اعتقاله داخل هذه في هذه المناطق من قبل الميليشيات وتم التفاوض على إخراجه، وتتذكرون هذه الفضيحة. إذا لا توجد شيء اسمه دولة. الدولة بمعناها الحقيقي أو الحكومة أو السلطة بمعناها الحقيقي لا توجد. توجد ميليشيات هي التي تفرض إرادتها على هذه المسميات. أما الحكومة والسلطة والجيش مقدرتهم على مناطق معينة دون غيرها. أما الذي تضع إيران يدها عليه. نعم. منذ البداية، ونحن نعرف لماذا جرف الصخر ولماذا هذه المناطق ولماذا تحدث الكثيرون عن أن إيران تستخدم حتى الحسينيات في هذه المناطق في تلك الأزمنة. يعني على الحكومة إذا أرادت أن تقتحم أو تصل إلى تلك المنطقة أن تأخذ إذنا من إيران وليس من الميليشيات بهذه الطريقة. اسمح لي أنتقل إلى موضوع آخر، ماذا عن الاتفاقية الأمنية العسكرية التي كشف عن توقيعها بين إيران والعراق؟ ما الفائدة من هذه الاتفاقية دكتور هلال؟ تعني أنسحب قليلا إلى الاتفاقية، إلى ما تفعله إيران من اتفاقيات أمنية وعسكرية مع الصين. لاحظ أخي الكريم أنه العراق ليس مفصولا عن المجتمع الدولي. إيران الآن تريد أن تثبت 25 سنة اتفاقية مع الصين، اتفاقية عسكرية وأمنية واستخباراتية كجزء من الحرب الدائرة ما بين أمريكا والصين لاستغلال إيران لهذا الوضع لكي تتقدم خطوة لتثبيت وجودها وتصدير ما يسمى الثورة
الإيرانية في على المنطقة، وتسبقها في شهر تموز الماضي اتفاقية مع سوريا، اتفاقية عسكرية وأمنية، وإضافة إلى ما تقوم به إيران من العمل العسكري في اليمن وتصدير المنظومات الصواريخ وما إلى ذلك. إذن والعراق كتحصيل حاصل هو واقع ضمن القبضة الإيرانية، ومن وضع العراق في القبضة الإيرانية هم الأمريكان، وكل الزيف الذي نسمعه من المقاومة ومن معرفش للأمريكان هذا كلام كله كذب في كذب. والذين يقومون بالعمليات العسكرية ضد الوجود الأمريكي بعد مقتل سليماني الآن تبرعوا بالأموال لتثبيت الحاكم الأمريكي وكأنه يمينا ويسارا. هذا العملية كلها الاتفاقية مع إيران هو لتسليم المفتاح الرسمي بشكل علني لإيران. إيران الآن تمتلك القدرة على أن تصول وتجول داخل العراق بدون إذن الحكومة العراقية. ماذا كان يفعل سليماني في العراق وغيره؟ ماذا يفعل حرس الثوري الإيراني ذهابا ودخولا بدون أن يأذن أحد؟ فإذن الاتفاقية الأمنية التي يتم الحديث عنها هو صياغة مشروع احتلال رسمي للعراق وشرعنا لهذا الوجود والتدخل الإيراني. طيب دكتور، يعني معذرة للمقاطعة، المصادر في ميليشيا الحشد كشفت عن إجراء الميليشيات تنقلات واسعة في مقرها فضلا عن مغادرة جزء من قادتها للعراق إلى إيران. هل يمكن القول بالفعل أن الإجراءات الأمريكية كانت كافية لإنهاء نفوذ إيران أو تقليله في العراق؟ الأمريكان عندما اعتقدت إيران بأنها تمتلك القدرة على السيطرة بشكل كامل وتهدد المصالح الأمريكية، أمريكا لا تقبل أحد أن يهدد مصالحها في أي جزء من العالم، وتستخدم القوة العسكرية لتحديد أي نفوذ يعارض مصالحها في كل دول العالم، فما بالك بالعراق الذي احتلته احتلال مباشر وهي التي أوجدت هذه المسميات، وهي تعرف أين قادتها وأين يسكنون وما هي مبالغهم، وهي تساعدهم ماليا لحد الآن. إذن هذه الإجراءات عندما تتقاطع المصلحة الأمريكية الإيرانية في العراق لأي سبب كان، هم هؤلاء هم حطب لإيران ولأمريكا بنفس الوقت، ومستخدمتهم أمريكا لاحتلال العراق واستخدمتهم إيران لاحتلال العراق. لاحظ أن التناقض ما بين الاثنين، أحدهما يدعي المذهبية وأنهم هم حماة الشيعة، وبالنفس الوقت هم أدخلوا الأمريكان إلى العراق، والآن يعلنون بكل وقاحة أنهم قاوموا المحتل الأمريكي الذي أتى بهم من كل مزابل دول العالم وجلبهم الأرض وسلمهم حكم ودعمهم بالطائرات ولا زال يدعمهم لحد الآن، ومشروعهم واحد. لكن هذا الاختلاف الذي يدفع ثمنه المواطن العراقي من جنوب العراق إلى شماله هو بسبب تقول أحد الطرفين عن الطرف الآخر. وإلا لماذا لا تضرب أمريكا إيران النظام الإيراني في عمق إيران وتقطع أيديها بالخارج؟ لماذا تضربها داخل العراق؟ لماذا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية بحد الآن النظام السياسي الذي مرتبط بإيران ارتباط مباشر وبعلم الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق وما آل إليه وضع العراق الآن؟ الدولة لا تستطيع أن تدفع رواتب الموظفين والحال بالعراق مكشوف لكل. وهذه أسئلة قائمة ومشروعة. دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر خط الهاتف في من عمان، شكرا جزيلا لك.